بوندو يحولها على اليمين وكرة عرضية في مكان ممتاز وتسديد ضعيف لسه وتريمونتا هدف لمونتا يفعلها داني موتا ويمر من المدافعين وبالفعل كانت ثغرة دفاعية كبيرة عرف داني موتا كما قلنا أول من سجل لمونزا في السيريا الموسم الماضي وأيضا ها هو يفعل نفس الشيء ويسجل الآن الهدف الأول في هذه المباراة داني موتا هذا الموسم هدف الفوز على جنوة سبحان الله حتى هو آخر من سجل في الأسبوع 15 وصاحب الهدف الأول أيضا لمونزا في 2024 هاي الكرة شوف ما فيش فيها تسلل ما كان فيها تسلل شوف هنا برضو برافو اللمسة حلوة يا سلام لعيب كاربوني صنعها الأرجنتيني صنعها البرتغالي سجلها على يمين الحارس اللي ما كان عنده أمل توراتي الزائر يسجل إذن فريزوناني لا شيء مونزا واحد هذا يصبح هدفين الآن لأن داني موتا يقود هجمة داني موتا يلعب بينية حلوة الثاني ما هذا الدفاع يا على فالنتين كاربوني فينيشينج ولا أحلى لكن داني موتا برافو داني موتا هذا اليوم سجل وصنع رائع النهايات لمونزا ولكن ما هذا يا ديب فرانشيسكو ما هذا الدفاع الورقي برافو فالنتين كاربوني عمل الهدف الأول وسجل الهدف الثاني لكن شوف هذه داني موتا خطفها داني موتا لعبها على اليمين مين اللي كان بحرسه ومرة أخرى بارينيكيا يفشل شوف يعني اقترب منه حاول قال لك بديش أسقطه أرضا ممكن أخذ بطاقة حمراء كان ممكن يلتحم معه ويسبب إسقاطه حتكون ركلة جزاء حتكون بطاقة حمراء بارينيكيا قال لك يلا خلي أعتمد على الحارس والحارس كان بعيد والكرة في المرمى ومونزا يزيد الفارق محاولة قد يأتي منها الثالث وكرة لا 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 يا على ثالث الأهداف بالخطأ من النيران الصديقة سولي يسجل هذه المرة ولكن في المكان الخاطئ داخل مرمى فريقه وطبعا لا يصدق دي فرانشيسكو هذه البداية اللي كان ينتظر منها هدف لفريقه فإذا بسولي يقطع هذه الكرة شوف سولي هو مش مدافع لكن سبحان الله راجع يدافع هاهي لمس الكرة والحارس متقدم والحارس توراتي متقدم ومونزا يزيد غلته من الأهداف 3-0 فريزونيني لا شيء مونزا 3 فريزونيني يسجل هدفا عكسيا عن طريق سولي يا سيء الحظ الهداف اللي عنده 7 أهداف سجل بمرمى فريقه طبعا لا يصدق أن حال فريقه بهذا السوء في هذه المباراة يبدو فريزينوني سيخسر مباراته الرابعة على التوالي قلنا آخر فوز حققه فريزينوني في الأسبوع 12 وهذا هدف يا الهراوي يا ما هذا الهدف الرائع عبد الرحمن الهراوي يسجل هذا الهدف الرائع يعيد الأمل لفريزينوني يا لو كانت 2-1 لو لم يأتي ذلك الهدف لكن شوف عبد الرحمن لعيب اللاعب المغربي عبد الرحمن الهراوي يسجل هذا الهدف 3 أهدافه هذا الموسم كما قلت سجل هدفين في أول مباراتين وغاب وأصيب كان عنده إصابة يمكن بعد ما لا يقل عن 3 أشهر يسدد من هذه الزاوية يلا يا سورنتينو يقوم بعمل جيد هذا الحارس حتى الآن يظهر لأول مرة في السيريا ولكن بالفعل هناك سولي ومن غير سولي المتخصص في ركلات الجزاء والفرصة ليسجل هذه المرة بالاتجاه الصحيح صاحب هدف مونزا الثالث بالخطأ هو يتقدم سولي 3-2 يسجل بنجاح ويخدع سورنتينو احلوت المباراة وزادت إثارة فروزينوني هدفان مونزا 3 يا على هذه المباراة اللي فيها 5 أهداف حتى الآن فروزينوني هدفان مونزا 3 ولسه في وقت بإمكان فروزينوني ما الله أعلم ممكن حتى مونزا يسجل الرابع لكن بعد هدف الهراوي الذي أعاد الحياة من جديد إلى فريق فروزينوني